هاي انا ايمي، جايه لكم النهارده عشان نعمل وصفه سهله جدا جدا، الولاد هيحبوها، كمان الولاد مش بيحبوا طعم الجبنه مش هيحسوا خالص ان هي فيها جبنه. دلوقتي هنجيب البسكوت هنكسره، وبعدين هنحط عليه ربع كوبايه زبده، هنخلطهم كلهم مع بعض كويس قوي، وبعدين هنجيب البوله بتاعتنا هنحط فيها اللبن الباودر وهنحط فيها الزبادي والسكر، وهنخلط كل دولت مع بعض كويس جدا لحد ما يمتزجوا. هنجيب صينيه التشيز كيك بتاعتنا وهنحط البسكوت اللي احنا اوريدي فرمناه، وبعدين نكبسه كويس نتاكد ان هو مكبوس كويس في القالب. كده الخليط بتاعنا جاهز، هنحطه في قوالب التشيز كيك بتاعتنا وهندخله الفرن 5 دقائق بس، مش محتاجه يتغير لونه، انا بس محتاجاه يمسك. بعدين هنطلعه ونحط عليه واحده الاوريو وهنكون عاملين الجيلي. هنجيب نص كوبايه ميه دافيه وهنحط عليها الجيلي بتاعنا، وبعدين هنحط نص كوبايه ميه بارده، هنقلب كل دوت مع بعض وهنسيبه يبرد شويه قبل ما نحطه على التشيز كيك بتاعتنا، وبعدين هنحطهم كلهم مع بعض وهندخلهم الفريزر ربع ساعه لحد ما يمسكوا كويس قوي. جربوها يا رب تعجبكم.